النهاردة هنشرح المحاضرة الستة في الفارما، وهتبقى تحت عنوان الكارديو فاسكولار سيستم. وموضوع المحاضرة النهاردة عن الهايبرتنشن، الضغط العالي. الهايبرتنشن بينقسم لثلاث انواع او 3 ستيجز. اول ستيج معانا هي المايلد، والرينج بتاعها بيبقى ما بين 140 على 90 لغاية 160 على 100، ده الرينج بتاعها. تاني ستيج او تاني نوع هو المودريت، بيبقى متوسط ولا ضعيف قوي ولا قوي قوي، والرينج بتاعه بيبقى ما بين 160 على 100 لغاية 180 على 110. نيجي على اخر واحد وهو اقوى واحد وبنسميه السيفير او ستيج 3، وده بيبقى فوق 180 على 110. وزي ما قلنا المحاضرة اللي فات ان السيفير هايبرتنشن ده بيبقى ليه اسم تاني اسمه هايبرتنسيف انكوفالوباسي. يعني ايه هايبرتنسيف انكوفالوباسي؟ يعني سيفير هايبرتنشن، والتعريف بتاعه هيكون acute and severe rise in blood pressure that can result in serious complication. يعني هيسبب لي او ممكن يسبب لي مضاعفات خطيرة جدا، زي ايه؟ زي السيريبرال هيموريجيس اللي هو نزيف في المخ. وبما ان الهايبرتنشن ده سيفير او سيريس فلازم اعالجه بسرعه، فممكن اديله الدواء انترافينوس او سابلينجوال علشان يكون مفعوله سريع. كده خلصنا التايبس اوف هايبرتنشن. ندخل بقى على الدراجز انديوسد هايبرتنشن او الادويه اللي بتسبب لي هايبرتنشن. فاول حاجه معانا هو الاستروجين، والاستروجين ده تبع السكس هرمون بتاعه الفيميل، والكونتراسبتيف بيلز اللي هي حبوب منع الحمل، كل ده بيسبب لي هايبرتنشن. نيجي على تاني حاجة وهي نون استرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، او الاختصار بتاعها بيبقى ان سعيدز، ودي بتبقى المسكنات زي البروفين زي الكتافلام زي البنادول، اي مسكن بيسبب لي هايبرتنشن. نيجي على تالت حاجة وهي الليكوريس اند اتس ديريفاتيفز. يعني ايه ليكوريس؟ عرق صوص ومشتقاته، ده بيعمل لي برضو هايبرتنشن. نيجي على رابع حاجة وهي السيمباسو مايميتكس دراجز، الادوية اللي مسؤولة عن السيمباساتيك، تمام، وده برضو بيسبب لي هايبرتنشن. نيجي على اخر حاجة وهو الجلوكو كورتيسويدز، وبرضو بيسبب لي هايبرتنشن. فنيجي نراجع على الادوية اللي بتسبب لي هايبرتنشن كده ايه على السريع. فاول حاجة الاستروجين والكونتراسبتيف بيلز اللي هي حبوب منع الحمل. تاني حاجة اللي هو ان سعيد اللي هي مسكنات. تالت حاجة الليكوريس اند ايتس ديريفاتيفز اللي هي العرق صوص ومشتقاته. رابع حاجة السيمباسو مايميتكس دراجز. اخر حاجة الجلوكو كورتيسويدز. كده خلصنا من الأدوية اللي بتسبب الهايبرتنشن. ندخل بقى على الدراجز ثيرابي اوف هايبرتنشن او انتي هايبرتنسيف دراجز، اللي هي الأدوية اللي بتعالج الهايبرتنشن. والأدوية اللي بتعالج الهايبرتنشن بتنقسم لحاجتين: مونو ثيرابي يعني بستخدم مادة فعالة واحدة، او كومبايند ثيرابي بستخدم حاجتين مع بعض. فنبدأ بالمونو ثيرابي، والمونو ثيرابي ده بستخدمه في حالة المايلد هايبرتنشن او المودريت هايبرتنشن، تمام. واول حاجه في المونوثيرابي هو السايازايد، والسايازايد ده زي ما كلنا عارفين ان هو بيعمل فازو دايليتور، قلناها المحاضره اللي فاتت. بما ان هو بيعمل فازو دايليتور يبقى هو بنستخدمه في علاج الهايبرتنشن، وبنستخدمه ان لو دوز، عشان زي ما قلنا ان مريض الضغط مش بيبقى عايز دواء يدخله الحمام كتير، علشان السايازايد ده بيبقى تبع الدايريتيك اللي هو مدرات البول. نيجي على تاني حاجة وهي البيتا ريسبتورز بلوكرز. زي ايه؟ زي الاتينولول والبيسبرولول والبروبرانولول والبندولول، والامثلة بتاعت البلوكرز اللي انتوا عارفينها، البيتا بلوكرز اللي انتوا عارفينها. نيجي على تالت حاجة وبتبقى اسمها انجيوتينسين كونفيرتينج انزيمز انهيبيتورز، او الاختصار بتاعها يبقى ACEI. يعني ايه؟ اللي احنا فهمناه ان احنا بنديله دواء بيعمل انهيبيشن لحاجة اسمها انجيوتينسين. طب واحد يقول لي ايه علاقه الانجيوتينسين ده اصلا بالهايبرتنشن؟ هقول لك يا سيدي، الانجيوتينسين ده بيبقى انزيم بيعمل لي فازو كونستريكشن، وما ان هو بيعمل لي فازو كونستريكشن يعني بيعمل لي هايبرتنشن. طب انا عايز اوقف الماده دي او ادي لها حاجه تعاكس الماده دي، فادي له دواء يعمل انهيبيشن للانجيوتينسين ده، فطبيعي ده بيعالج الهايبرتنشن. نيجي على رابع حاجة وبنديله برضو حاجة اسمها angiotensin 2 receptors blockers، او الاختصار بتاعها بيبقى ARP. يعني ايه؟ طب واحد يقول لي طب ايه الفرق بينه وبين رقم 3؟ هقول لك يا سيدي، رقم 3 بعض الناس لما بياخدوه بيسبب لهم دراي كف، كحة جافة، فعشان الكحة الجافة دي بتبقى مش مقبولة لبعض الناس، فبقول له خلاص وقف رقم 3 وخد رقم 4، هو نفس الفعالية بتاعته. نيجي على رقم 5 وهي لونج اكتنج كالسيوم تشانل بلوكرز. يعني ايه؟ اللي احنا فهمناه ان بديله دواء بيعمل بلوك للكالسيوم.
طب واحد يقول لي ايه علاقة الكالسيوم بالهايبرتنشن؟ هقول لك الكالسيوم بيدخل في خلايا الهارت والارترز، ولما الكالسيوم بيدخل في الخلايا بتاعت الهارت والارترز بيخلي الهارت ينقبض بشكل اقوى، وبيحصل في الارترز فازو كونستريكشن، وطبعا كل ده بيسبب لي هايبرتنشن. طب انا عايز اوقف مفعول الكالسيوم في الهارت والارترز، فبدي دواء بيعمل بلوك للكالسيوم. نيجي على رقم 6 وبديله الفا 1 ريسبتورز بلوكرز زي ماده اسمها بروزوسين. طب واحد يقول لي ايه علاقه الالفا 1 بالهايبرتنشن؟ هقول لك كنا شارحين في المحاضره الرابعه ان الالفا 1 ريسبتورز بتعمل لي فازو كونستريكشن، وطالما بتعمل لي فازو كونستريكشن يبقى هي بتسبب لي هايبرتنشن، فبديله حاجه تعمل بلوك للالفا 1 ريسبتور. كده احنا خلصنا المونوثيرابي، وقلنا المونوثيرابي بنستخدمها في حالات المايلد والمودريت هايبرتنشن. طب لو انا استخدمتها مع العيان وما جابتش نتيجة، في الحالة دي تبقى الهايبرتنشن بتاعه سيفير، واستخدم الكومباين ثيرابي اللي هو الحاجتين مع بعض. فاول حاجة هستخدمها في الكومباين ثيرابي هي السايزايد مع البيتا بلوكرز، او استخدم السايازايد مع الاي سي اي اي اللي هي انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتورز. تمام، نفهم كده من الكومباين ثيرابي ان انا بستخدم ماده واحده بس، يا اما مع البيتا بلوكرز اللي هي السايازايد، يا اما مع البيتا بلوكرز، يا اما مع الانجيوتنسين انهيبيتورز. كده احنا خلصنا الثيرابي او العلاج بتاع الهايبرتنشن. ندخل على حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهيبيتورز اللي احنا شرحناها في المونوثيرابي، اللي احنا قلنا بندي للمريض دواء بيعمل انهيبيشن للانجيوتنسين، واشهر دواء هو الكابتوبريل، ده اشهر حاجه عندنا. فدلوقتي هنشرحها بالتفصيل. احنا لما بندي مريض الدواء علشان يعمل له انهيبيشن للماده اللي اسمها او الانزيم اللي اسمه انجيوتنسين ده، ايه اللي بيحصل؟ طبعا بيحصل ديكريس في الانجيوتنسين 2، وبيحصل انكريس في ماده اسمها برادي كاينين. طب لما بيحصل ديكريس في الانجيوتنسين 2 وبيحصل انكريس في البرادي كاينين بيحصل ايه؟ اول حاجه بيحصل فازو دايليشن للارتري. طب لو حصل فازو دايليشن للارتري هيحصل ايه؟ هيحصل ديكريس للافتر لود، ويحصل انكريز للكاردياك اوتبوت. الافتر لود ده هو الريزيستنس اللي بتواجه الهارت لما بيجي يعمل بامب للدم، هو ده الريزيستنس، ولو قلت طبيعي هيحصل انكريز في الكاردياك اوتبوت. تاني حاجه بيعملها لي هي بيعمل لي فازو دايليشن للفين، ولو حصل فازو دايليشن للفين هيحصل لي ديكريز للبري لود والفينس كونزيشن اللي هو احتقان الاورده. تالت حاجه بيعملها لي الانجيوتنسين انهيبيتور ده بيعمل لي ديكريز للالدو استيرون هرمون. طب الالدو استيرون هرمون ده كان بيعمل لي ايه؟ كان بيزود لي السولت والووتر ريتينشن. يعني ايه سولت ووتر ريتينشن؟ يعني كان بيزود لي تجمع الميه والاملاح في جسمي. طب انا قللت الهرمون ده، طبيعي السولت والووتر ريتينشن اللي كان بيعملهم لي هيقلوا، هيعمل لي ديكريز سولت اند ووتر ريتينشن. اخر حاجه بيعملها لي هو بريفنت مايوكارديال اند فاسكولار ريمودلينج ان سي اتش اف. يعني ايه سي اتش اف؟ يعني كرونيك هارت فيلر او كونجستيف هارت فيلر، بيمنع اي تغير في عضله القلب او بيمنع اي تغير في البلاد فيسلز بينشا بسبب السي اتش اف اللي هو الكرونيك هارت فيلر او الكونجستيف هارت فيلر. نيجي على الممبرز بتاعه الانجيوتنسين انهيبيتورز، واحنا زي ما قلنا في الاول ان هو اشهر واحد هو الكابتوبريل، والكابتوبريل ده بيبقى شورت اكتنج يعني بيبقى مفعوله قصير، فبالتالي بدي للعيان الجرعه 3 مرات في اليوم، وبرده غلط اديله جرعه كبيره، لازم ابدا معاه بجرعه صغيره في الاول اللي هي ايه 6.25 ميج اللي هي ميلي جرام يعني. تمام، ات تيست دوز، يعني ببدا معاه بجرعه صغيره وبعد كده بعلي لغايه ما اوصل لاعلى جرعه اللي هي بتبقى 50 ميج اللي هي ميلي جرام 3 تايمز ديلي بيفور الميل، بديها له 3 مرات قبل الاكل علشان بتتاثر الابزوربشن بتاع الكابتوبريل بيتاثر بالفود. تمام، وزي ما قلنا بنبدا معاه بجرعه صغيره اللي هي 6.25، علشان لو بدات معاه بجرعه كبيره ممكن يحصل له سيفير هايبوتنشن وتبقى مشكله، فعشان كده ببدا بجرعه صغيره وبعلي واحده واحده لغايه ما اوصل لاعلى جرعه اللي هي 50 ميج. كده خلصنا الكابتوبريل، ندخل بقى على اللي باقي. واللي باقي اسمهم ايه؟ في حاجة اسمها ليسينوبريل، وحاجة تانية اسمها انالابريل، وحاجة تالتة اسمها راميبريل، واخر حاجة اسمها فوسينوبريل، ودول بيبقوا لونج اكتنج يعني مفعولهم بيبقى طويل، وعشان مفعولهم طويل بديها للعيان مرة واحدة يومية.
الكابتوبريل عشان كان شورت اكتنج، فبديها للعيان 3 مرات يوميا. تمام، فعشان بس محدش يتلخبط، الكابتوبريل شورت اكتنج، اي حاجه غير الكابتوبريل تبقى لونج اكتنج. تمام، نيجي بقى على الانديكيشن او الثيرابيوتيك يوز بتاعه الانجيوتنسين انهيبيتورز. واول حاجه بنستخدمها طبعا بنستخدم فيها يعني الانجيوتنسين انهيبيتورز ده هو الهايبرتنشن، موضوعنا يعني النهارده. تمام، تاني حاجه بنستخدمها في حالات السي اتش اف اللي هي الكرونيك هارت فيلر، او بيبقى اسمها كونجستيف هارت فيلر. تالت حاجه هي الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، او بيبقى الاختصار بتاعها اي ام اي، اللي هي بتبقى بالعربي هارت اتاك او جلطات القلب. تمام، رابع حاجه بنستخدم فيها الانجيوتنسين انهيبيتورز هو الدايابيتيك اند نون دايابيتيك نيفروباسي، اللي هي بتبقى الناس اللي بتبقى عندها مشاكل في الكلى بقى، سواء عندها مرض سكر او ما عندهاش. كده خلصنا الانديكيشن او الثيرابيوتيك يوز بتاعه الانجيوتنسين انهيبيتورز. نيجي على اخر حاجه وهي الادفيرس افكت بتاعه الانجيوتنسين انهيبيتورز. فاول حاجه كان بيعملها لي زي ما قلنا في المونوثيرابي، كان بيعمل لي دراي كاف، بيعمل لي كحه جافه، وده بيبقى موست كومن ديو تو انكريز براديكاين، بيبقى بسبب زياده ماده البراديكاين. تاني حاجه بيعملها لي هو الانجيو اديما. يعني ايه انجيو اديما؟ طبعا كلنا عارفين يعني ايه اديما. انجيو بقى يعني ايه؟ يعني بيعمل اديما في منطقه اللارنكس والتانج والفيس، يعني بتلاقي وشه منفخ، وده بيبقى موست سيريس اند فيتال، بيبقى خطر جدا ومميت، بس بيقول لك ان هو رير، بيحصل قليل جدا برضه. ليه؟ ديو تو انكريز براديكاين. يعني ممكن يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك الانجيو اديما ده موست كومن، ده يبقى غلط، علشان الموست كومن ده هو الدراي كاف. وممكن يعكس لك يقول لك الدراي كاف ده موست سيريس اند فيتال، ده برضو غلط. تمام، نيجي على تالت حاجه بيعملها لي الانجيوتنسين انهيبيتورز ده، وهو الفيرست دوز هايبوتنشن. مش احنا قلنا لما جينا نشرح الكابتوبريل قلنا لازم نديله ندي للعيان يعني جرعات صغيره في الاول زي 6.25 ميج، علشان لو ادينا له جرعه كبيره في الاول ممكن يعمل لي هايبوتنشن، وده برده من ضمن الادفيرز افكت بتاعته، لو ادينا له جرعه كبيره في الاول هيحصل هايبوتنشن. رابع حاجه بيعملها لي وهو الهايبركاليميا، اللي هو بيزود لي نسبه البوتاسيوم في الجسم او في الدم يعني. خامس حاجه هي الالرجي الحساسيه. نيجي على سادس حاجه بيعملها لي الانجيوتنسين انهيبيتورز، وهو الميتاليك تيست، او بيبقى ليها اسم تاني هي الديسجوسيا، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو بيغير مذاق الاكل في بقك، او بيخلي طعم الاكل مختلف في بقك. نيجي على اخر حاجه بيعملها لي وهي الفيتو توكسيك. يعني ايه فيتو توكسيك؟ طبعا كلنا عارفين يعني ايه توكسيك. يعني ايه بقى فيتو؟ فيتو جايه من كلمه فيتس، هو بيبقى توكسيك للفيتس، علشان كده ممنوع الانجيوتنسين انهيبيتورز ده اثناء فتره الحمل، سواء بقى في الاول او في الاخر او في النص، ممنوع نهائي. وبكده يبقى خلصنا موضوع الهايبرتنشن بتاع محاضرة النهاردة. وطبعا لو لسه ما عملتش لايك للفيديو انزل اعمل لايك علشان يوصل لأكبر عدد للطلاب. وان شاء الله المحاضرة الجاية اللي هي المحاضرة السابعة هبدأ اشرح فيها الانجينا او النايتريتس عامة يعني، وبرضه هشرحها بطريقة سهلة جدا. وعامة محاضرة النهاردة دي كانت من اسهل المحاضرات عامة. الكارديوفاسكولار سيستم ده سهل جدا، سواء في الفارما او في الفسيولوجي، هو عامة جزء لذيذ جدا. وبالتوفيق.